بالنسبة لهذه النقطة اللي انحكت تبع النص المسيحي تقدمت أوروبا، أنت جاوبت عليها، والنص الإسلامي وهي جاوبت عليها فادي قبل شوي. يا جماعة القصة مو هيك. شو ال 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 أوروبا قد إيه عانت من عصر بأيام من عصر الأنوار لليوم؟ رجعوا شوفوا أيام جان جاك روسو وفولتير ولليوم ونحن ماشيين. وطبعا بعدين عندك فلاسفة تبع بريطانيا، جوردانو برونو، جوردانو برونو قبلهم طبعا طبعا الرائع. قد ايه في ناس قبلهم تعذبت وتقتلت، نكلت الكنيسه يا اصدقائي تنكيل داعش ما عملته. اكرر، الكنيسه باوروبا نكلت تنكيل داعش ما عملته بكل فيديوهات اللي شفتوها تبع داعش. فوتوا شوفوا اساليب التفنن بالتعذيب اللي انا اربأ باني احكيها حكي هلا. اساليب التعذيب اللي كانت تعتبر بالعالم. انا رحت هون انا هيك تعقيبا تسديدا لكلامك، في عنا المبنى البلدي القديم اللي كان هو القصر البلدي، لحد الان محتفظين بادوات التعذيب. هاي الهاكر ايش اسمها اللي بمط فيها الجسم مثلا، هاي مين كانت يتعاقب فيها؟ النساء اللي في عندهم الانجيل. تخيل اذا مراه في عند الانجيل معناتها عم تستخدمه للسحر، كانت تنحط وتنمط وبعد تنحرق. يعني هذا ذكر الحرق ذكرتني بهذا الدولاب اللي بيربطوا الزلمه عليه وبيصيروا بيدوروا للدولاب، هيك شخصين قاعدين عم يدوروا شاعلين النار تحته، عم يشوي تماما مثل ما انت بتشوي الخروف، بس هو وعايش الزلم. هي واحدة من الاساليب اللي هيك تذكرتها. ادوات امور بشعه كثيره لما بدنا نحكيها باخر الليل نخلي العالم ما تنام. وبالتالي هيدي النصوص، هذا كمان بيجاوب صديقنا تبع انه تدريس القران بالمساجد اللي فيه ارهاب. النص انا عندي حلقات شي رافعه وشي لسه ما رفعته، وعندي حلقات قديمه على قناه شجاع البغدادي جايب فيها نصوص ارهابيه من التوراه والتعذيب والقرف تبع اللي موجود بالكتاب المقدس. لا تكون النظره كثير هيك ننظر من برقع. الكتابين ابشع من بعض. تفضل امسك العهد القديم وتفرج لي على المحبه والجمال والول يعني اللي موجود فيه. فاصدقائي اوروبا ما تقدمت الا وقت تبنت الفكر العلماني اللي قبل شوي انا كنت عم بحكي فيه. من شان هيك عم نقول احنا عندنا نموذج ناجح قدامنا، النموذج الاوروبي. تعلق ما نجحت اوروبا بسرعه، الثوره الفرنسيه الاولى والانتكاسه والثوره الثانيه وقد ايه ناس ناضلت وتقاتلوا، لكن بالنتيجه شفنا التجربه، شفنا وين فشلوا، شفنا وين نجحوا. أكيد ما بدنا نعمل كوبي بيست هيك تبع مثل الأغبياء، لكن بإمكانك تتعلم وتشوف شو بدك فيك تطبق عندك بالمنطقة تبعك. هي الحلول اللي موجودة. من شانك أنا بيحرق قلبي وقت للعالم لسات عم تطلع لورا بدل ما تطلع لقدام، وعنا نموذج جاهز. الأوروبيين قدي عانوا، هن أول نموذج بيفكر يعمل هي القصص. كل المفاهيم اللي إحنا عم نحكي عنها، العلمانية والحداثة وكذا، كل هيدي مفاهيم أوروبية عانوا وتقتلوا وكذا لحتى وصلوا له وشافوها وجربوها وغلطوا وفشلوا وما بعرف شو. نحن شايفين نتيجة قدامنا، شايفين الدول الاسكندنافية كيف، شايفين دول أوروبا كيف بمختلف أنواعه، شايفين كل واحدة فيهم شو النظام اللي متبعته وشو النتيجة تبعها. شوف ساوث يوروب، جنوب أوروبا شو متبعين، شرق أوروبا شو متبعين، غرب أوروبا شو متبعين، الشمال دول اسكندنافية، كل واحدة فيهم، كل مجموعة من هدول الدول عندهم منظومة معينة، وهي المنظومة شايفين النتيجة تبعها كيف. أوروبا وقت اللي تطورت دول اسكندنافية، ما صار دول اسكندنافية إلا وقت اللي اعتمدوا النسخ الابديتد، النسخ المحدثة من الدين، بعد ما اعتمدوا البروتستانتية وبعد ما شوي شوي بلشت تنكب الديانة. وأنا تعقيباً على نقطة إذا بيسمح لي جانو لح أحط، وقت أخذني جانو على كنيسة اللي صار فيها حولوها لصالة أفراح وكذا، حط عندي مقطع عم صوره فيه بحط لكم يا بعد الفيديو لتشوفوا الكنيسة كيف صارت هي بتصير صلاة أفراح وحفلات، لأن الناس ما عم تروح على الكنيسة. أنا قال لي يا مرة قسيس هو بريطاني الأصل، جاء إجا عاش بالسويد، اشترى بيت وكذا بمنطقة أنا كنت ساكن فيها، منطقة جميلة جدا. قال لي ديفيد يعني خلال 10 سنين أنا وزوجتي لازم نلاقي شغلة جديدة، لأن هو وزوجته قسيسين. هي الفعلة إلي صديقي الزلمة، قال لي إحنا هو رسام وبيعمل معارض وكذا، فالزلمة حيحول لأنه يشتغل على المعارض بدل من هلأ. ونحن بانتظار بداية الحفل، يعني بس حابب لكم أنه أنتم ملاحظين أنه نحن داخل كنيسة في الواقع. انتبهتوا على هذا الشيء من التصوير؟ هذه الفكرة اللي بتسمعوها بالغرب أنه بأوروبا صارت الكنائس عم تسكر وعم يفتح بدالة، مثلا ممكن شايفين صالة أفراح، صالة
حفلات داخل الكنيسة بدل هيدا هون في مطعم. هيدي الكنيسة معدلة بطريقة لأنها تناسب تصير صالة أفراح، صالة مناسبات، واللي هو بس حبيت أورجيني. دكتور باكر ما حدا عم يشتغل قسيس بالمدينة الساكن فيها، في 6 كنائس كاثوليكية، من قلة الناس اللي عم بتشارك فيها طبعا كله 70 بلس، كله فوق 70، بس أحد بيعمل القداس بهاي الكنيسة وأحد بيعملوه بهاي الكنيسة. ما في عالم لك أخي، ما في حدا، ما في حدا. هي أوروبا هيك تطورت، مو أوروبا تطورت لأنه الكتاب المقدس جميل ورائع، بينج بونج وبلياردو ودروس تعليم لغات لحتى يعني شوي بس نجتمع، بس حدا يجي يعني مثل ما هم بيعملوا كمان بالسويد، بيعملوا لهم تعليم لغات وحفلات وتعالوا انه سام هيلت وما بعرف شو بنترجمها بالعربي، يعني اجتماعات وكذا وكذا. فهيدا هيدا الموضوع. اوروبا اخي وقت اللي تركت الدين الناس بلشت تطلع بهيدي الطريقه، هيك اللي هيك يعني اوروبا مشت بهذا الشكل. انا برجع بقول لك ما عم اقول لك لازم تترك، بس مو موضوع انكم تنظروا اي نظره من البرقع انه هو بس الدين الاسلامي ابن الكلب الحقير اللي سبب تخلفنا. هذا كلام انتم بتحكوه، انا مالي موافق عليه لانه التاريخ ما له موافق عليه، مو من عندي. عندي نقاط تانية بس بتخيل لازم تاخذ حدا بعدي وبرجع.